أهلا بكم أخواتي مرة أخرى، ونكمل أسرارنا ورحلتنا في أسرار الدعاء. السر الثاني الذي نعرفه ربما جميعا وهو سر اليقين، أي أن تكوني موقنة. وهذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل جدا عميق، لكننا إن شاء الله راح أحاول أنه أنا أبسطها. أول شيء لما أتكلم وأقول يقين، أي أنه حالة من الشعور تخليني أشعر بالهدوء والسكينة وعدم التفكير بالأمر، خلاص تشبه عملية التسليم. اليقين يعني أنا أتيقن أن الله سبحانه وتعالى بإذنه تعالى وبمشيئته وبقدرته سيحقق لي هذا الأمر. ومن مظاهر اليقين أنني لا أشغل تفكيري بمتى وكيف، متى وكيف يتحقق هذا الأمر، وإنما أعيش حالة من الهدوء وأؤدي أمور حياتي الأخرى، ما أنشغل به ولا أبقى في حالة من الانتظار التي قد تصيبني مع الوقت بالإحباط. إذن هذا هو اليقين. كيف أصل إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى؟ هل اليقين يأتي هكذا صدفة؟ لا. لذلك لما تكلمت في البداية عن الأنبياء كانوا يربون قلوبهم على أن تكون علاقتهم بالله قوية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم يريدون أن يحصلوا على اليقين، اليقين الذي يجعل طلباتهم مجابة. أنت أيضا أختي الحبيبة تقدري أنك تكوني أو تحصلي على اليقين. هناك مجموعة من الأمور راح أختصرها، وإن كنت أنا أقدمها في إحدى الدورات ولكني سأختصرها لكم حتى لأنني لا أستطيع أن أشرحها، تتطلب وقت وتتطلب تدريبات، لكن بإمكانكم أنكم أنتوا تتبحثوا فيها أكثر. من مظاهر أو من الأشياء التي تؤدي بالإنسان إلى اليقين أو إنه يشعر بحالة من الهدوء والسكينة، هو أولا أن تتعرفي على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. إذن أول شيء أن تتعرفي على الله من خلال صفاته وأسمائه، ثم تتعرفي على الله من خلال خلقه والتفكر في آياته، ومن بينها نفسك، فالتفكر في نفسك فأنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن يعني من خلال أول شيء معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته. الأمر الآخر من خلال التدبر في خلق الله وفي آيات الله، ومن ضمنها أنفسنا، وذلك أولى أن نتدبر في أنفسنا. الأمر الآخر هو أن نكون حامدين شاكرين، أن نكثر الحمد والشكر على ما أعطانا الله، نركز على تلك الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها وليس تلك الأمور التي نحتاجها. فإن تركيزنا على الأمور التي نريدها يعني يفقدنا لذة العيش ما الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه. لذلك نركز على الأمور التي أعطانا الله إياه ونحمده عليه، فإن ذلك يورث الشعور بالرضا. فإن أورث شعور الرضا فلنا الرضا، ومن رضي فله الرضا. لذلك احرصي على أن تكوني من الحامدين الشاكرين. الأمر الثالث الذي يزيد من الثقة هو التخلص من كل المتعلقات الدنيوية. ماذا يقصد التخلص من المتعلقات الدنيوية؟ أمران مهمان اللي هم الوقت، أي أن تبذلي من وقتك لله، والمال. المال، الإنسان يملك وقت وقد يعطى من المال أو يعطى من الهبات أو يعطى من المواهب، يصرفها في طاعة الله، يصرف منها، يقدم صدقات وقته، يقدم فيه الصدقات، ذكر الله صدقة، إماطة الأذى صدقة. فإذا هذا من العطاء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فإذا الأمر إنه أنا أبذل من العطاء. لماذا؟ حتى يتربى القلب على اليقين، فإن تربى على اليقين كنت مستحقا للإجابة بإذن الله تعالى. إذا هناك نعيد أن السر الثاني هو اليقين، واليقين
أي أنني أتأكد بفضل الله أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لي ذلك، فأشعر بالسكينة والإطمئنان، ولا يأتي ذلك إلا بأن أكون متعرفا على الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته وأسمائه، ومن خلال كذلك من خلال التفكر في آيات الله ومن ضمنها أنفسنا، ثم من خلال التخلص أو التخلص من الأمور الدنيوية واللي هي أمرين، وبالإضافة إلى الحمد والشكر لله، أن نشكر الله ونشكر الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. اعلمي أن القلب الحامد مستقر مطمئن هادي، وهذا ما نريده، أن نصل إلى حالة من الهدوء والسكين تورث اليقين في قلوبنا. إذن هذه أربع ممارسات يمكن عندما تؤدينها أن تجعل قلبك ممتلئا باليقين بالله سبحانه وتعالى، فإن تيقنت أتتك الإجابة أيضا كلمح البرق. سر آخر وخطير جدا علينا أن نتفكر فيه في الفيديو التالي. ويا من له يسجد الأقوياء، دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له يسجد الأقوياء.